لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. ونتكلم على لجنه الزمالك اللي هي هتتولى المسؤوليه، واللي انا انفردت بيها اول امبارح معاكم، والراجل عضو اللجنه التنفيذيه قال لي يا اونكل ده المستشار شباب ابراهيم راح يودي الخطاب، ومن خلال اونكل ابو المعاطي زكي هنا تفجرت ينابيع الخير في كل مكان، وعلم الجميع بالخبر، وعلم الجميع باجتماع اللجنه الجديده حسين لبيب والمجلس كله في مكتب الاستاذ محمد الاتريبي في محمد فريد في وسط البلد. طلعت انا قلت كل حاجه الصراحه. ايه اللي حصل؟ حصل تغييرات في اللجنه، وناس مشيت وناس جت، وناس مشيت وناس جت. مين يا سيدي اللي جم؟ القرار هيطلع النهارده بحسين لبيب رئيس، نائب محمد الاتريبي، حسام المندول حسيني، هاني بيرزيدي رجل اعمال، وعمرو ادهم قالوا راجل اعمال، وقالوا راجل بنوك، معرفش يعني اشرف صبحي بيجيب لنا ناس ما نعرفهاش، ما عدتش على نادي الزمالك حتى كمشجعه، ولا لابسه تيشيرت ابيض، ولا بتجيب طقم لبس حتى لفرقه ناشئين، ولا بتعمل اي حاجه. قال لك عمرو ادهم وهاني بيرزيدي دول رجال اعمال مع حسام المندوه. حسام المندوه عضو مجلس نواب وبتاع مدارس، بس والده الله يمسيه بالخير الاستاذ المندوه الحسيني كان صاحب ايادي بيضاء على نادي الزمالك. لكن هاني بيرزيدي وعمرو ادهم عمرنا ما شفناهم عملوا حاجه. قال لك دول يمشوا. طب ليه يا عم؟ قال لك ما احنا هناخد دول وهنمشي الباقيين بقى. قلت لهم ما تمشوا مين؟ قالوا في مؤمن صف اللي انت هتقول كان امين صندوق اتحاد اليد السابق. قلت لهم قالوا لا مش هنجيب. قلت لهم ومين تاني؟ قالوا هاني شكري. قلت لهم ليه؟ قالوا يعني بنجدد مش عايزين نجيب وجوه كانت لها علاقه بمرتضى او استقالت مع مرتضى او اختلفت مع مرتضى او اي حاجه. قلت لهم قالوا كابتن حسين السيد كمان مش جاي. قلت لهم ده كان ده الراجل الوحيد بتاع الكوره اللي كان جاي. قالوا لا مش جاي. قلت لهم طب مين تاني؟ قالوا ولا المهندس هيثم ابو عظيم اعتذر. قلت لهم طب ماشي. قلت لهم مين تاني؟ قالوا الاستاذ اللواء مدحت البلتاجي القامه الكبيره في كره اليد هو كمان اعتذر. قلت لهم طب كويس، يعني في ناس اعتذارات وفي ناس استبعدتوها. قالوا قلت لهم طب دول خمسه حسين لبيبي محمد الاتريبي حسام المندوه هاني بيرزيدي عمرو ادهم ومين تاني معاهم؟ قال لي معاهم ثلاثه بمثابه مدراء لكل للثلاث هيئات تنفيذا للحكم الصادر لصالح ممدوح عباس في موضوع اللائحه. قلت له مين؟ قال لي حسين السمري مدير تنفيذ. قلت له حلو. قال لي طارق جبريل مدير مال. قلت له جميل. او لو الواحد اتزنق يعني يروح عنده الخزنه يشم ريحه الفلوس ويمشي. وعاطف النمر مدير رياضه. قلت له زي الفل. حد تاني؟ بكلمك كلام من مكتب وزير الشباب والرياضه. قال لي هنعمل لجنه الكوره. قلت له فيها مين؟ قال لي كلمنا ميدو. الوزير كلم ميدو وبيحاول يقنع حازم امام ويجيبوا معاهم ثلاثه. قلت له حازم امام مش هيجي لانه مش عاوز صدام ومش عاوز قلق ومش عاوز توتر، عاوز يقوم بدور الحكيم من بره او دور المساعد من بره، لكن يمسك حاجه هو مش حابب الموضوع ده، مش حابب وجع الدماغ. قال لي يا انكر ابو المعاطي احنا عايزين نجيبه يبقى مسؤول عن الكوره. يعني لما نعمل شركه كوره ويبقى فيها الاهلي جاب ياسين منصور ومصطفى بيه فهمي وحسام غالي، لما نجيب حازم امام واحمد حسام ميدو ونجيب ناس بيزنس مان يبقوا في الشركه وهم معاهم فيها حاجه. قلت له بالعكس ده بحاجه كويسه، ويبقى ده تقليد محمود للي عمله النادي الاهلي، ومش عيب ابدا ان الزمالك يقلد النادي الاهلي في حاجه كويسه. العيب ان احنا نقلد بعض في السلبي او في الحاجه الوحشه خالص. يعني اعمل اللي انت عاوزه. فقال لي خلاص احنا بنضغط على احمد حسام ميدو وحازم امام. قلت له علمت ان هناك محاولات لاضافه ثالث لهما وهو امير مرتضى منصور. امير مرتضى منصور يبقى في اللجنه بتاعت الكوره اللي هتدير نادي الزمالك بحكم ان هو عنده خبرات وبحكم ان كل واحد ذمه ماليه مستقله. امير ملوش علاقه بوالده. قال لي كان طرح من الطروح لكن تم استبعاده، تم استبعاده نهائيا واصبح بعيد ومن الصعب تحقيقه نظرا لهجوم مرتضى منصور على وزير الشباب والرياضه. قلت له ماشي. فده اللي بيتكلموا في بلد مين؟ حازم امام وميدو، وهيظبطوا معاهم لجنه كور. الكلام يعني يتم الاعلان عنه النهارده. وزي ما قال اونكل ابو المعاطي زكي اسطوره اليوتيوب، اسطوره اليوتيوب، اسطوره اليوتيوب، ماشي الحال؟
زي ما قلت لكم ان اللجنه الموقره برئاسه المستشار عماد عبد العزيز والمستشار هشام ابراهيم والمستشار سامي صبحي تقدمت باستقالتها. طيب الناس دي كده قلنا لجنه هتدير النادي وثلاثه مدير تنفيذي دكتور حسين السمري راجل محترم وخبره عظيمه، ومعاه محمد طارق جبريل مدير مالي ومدير رياضي عاطف النمر. ولجنه كره بقى بيشكلوها فيها ميدو وميدو ده على حسب كمان هيشكلوا ناس وعشان مدرسه الكره والحكايه والروايه. ده فيما يخص موضوع قرار لجنه جديده لاداره شؤون نادي الزمان. طيب لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير، واقول لك ولاد العمام كل واحد قال مصلحتي ثم مصلحتي. يا جماعه قالوا، قال لك كل واحد واخد مصلحته يا اخوانا ما يصحش. قال لك انا عاوز مصلحتي. ايه الحكايه؟ الحكايه ان اسامه نبيه المدرب العام لكره القدم بنادي الزمالك تواصل مع كابتن عماد سليمان نجم النجوم في منتخب مصر في الثمانينات وفي تصفيات الدوره الاولمبيه لوس انجلوس 84 وعامل جون حلو جدا اظن مش فاكر علاء نبيل ولا علاء نبيل ايه الحكايه؟ الحكايه ان في ماتش في الكاس بين الاهلي وبين الزمالك والاسماعيلي في السويس